اجتمع المكتب المديري هذا الصباح من 11 دابا حنا اوني بريسك 3:30 والقرار اللي خرجنا به كونا واحد اللجنه غتجتمع مع السي جمال السلامي دون لي 24 ساعه ومن بعد الاجتماع غيتخذ القرار ديال المكتب المديري وفي هذا الصدد خرج واحد البلاغ رسمي في الموقع الرسمي طلعوا عليه وغدا ان شاء الله نعطيكم موعد في هذه الوقيته باش نعطيكم الحيتيات ديال القرارات اللي غتاخذها هذه اللجنه مع سي جمال السلامي اللي تنقدروا وتنحترموا بالمناسبه وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.